ونصيحتي لكل شاب إذا كان مستطيعاً للزواج أن يتزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والذي لا يتزوج مع القدرة لا بد أن فيه مرضاً، إما حسياً وإما معنوياً، فينبغي أن يعالج نفسه من هذا المرض. وكذلك الفتاة إذا كانت في سن الزواج وأتى يخطبها من يرضى فإنه ينبغي أن تزوج، ولا يحل للولي أن يمنعها من الكفء مع رضاها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالنصيحة للأبناء والبنات وللآباء والأمهات: الحرص على تزويج الأبناء عند القدرة، وعلى تزويج البنات إذا بلغن سن الزواج وأتاهن من يرغب فيه.